السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم وأوضاعكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم الجمعة، يوم الجمعة 27 ما بعرف ماني يمكن 8/1/2022 الجو برد والله العظيم، في ثلج بالمناطق اللي ما فيها شمس كثير. طلعنا نغير جو ونطلع من الحالة اللي احنا عم نعيشها، نغير جو. ونظرا للتعليقات الإيجابية الجميلة اللي تواردتني بالفترة الأخيرة رفعت من معنوياتي، وكنت كتير عم فكر انه ألغي القناة، بدي ارتاح من العالم اللي شايفة الدنيا بنظرة سوداء. بس تعليقاتكم إيجابية رفعت معنوياتي، بدي اطلع. اليوم انا والشاب الحامل الكاميرا الظريف قائد الدرون، هو بدنا نعمل هيك جولة بالأماكن هاي، بدنا نطلع لفوق على الجبل لفوق. صور لي الجبل لو سمحت. بنطلع الجبل لفوق كمان، ما بنعرف شو بنلاقي هيك جميل بنصوره بنعرفكم يا فلت الطيارة تصويرها كتير حلو، بتغطي أماكن أكثر. خلينا نشوف شو بيطلع معنا. مثل ما بعلق بكل مكان بالجبل في كرسي، هالكرسي بيقعد إنسان هيك بياخذ على الإطلالة الجميلة. مهما كانت الارتفاع الغابة اللي هو في كرسي للاستراحة دائما. شوف لي الاستراحة هاي مادة تدفئة، بس تكون الشمس طالعة ان كلها زجاج داير من دارها. الله يهنيهم، اللهم هنيهم. هو عم يصورني انا اللي صوره كمان. راحت ما عاد بعيد. هذا كمان كرسي بمكان مرتفع على إطلالة كمان جميلة. هاي جبال الألب. سبحان الله. مين بيعيش في أعلى الجبل؟ أعلى بيت هذه المنطقة. سبحان الخلاق العظيم. يا الله يا الله. We'll be right back.
انبسطنا، بردنا، تعبنا، جعنا، اشتغلنا، غيرنا جو، شمينا هواء، انبسطنا كثير. بنصحكم تطلعوا، وهذا الشيء اللي اشتغلته كرمال تعليقاتكم الايجابيه اللي جتني بالاخير. ما بخفيكم انه انا بفكر كثير سكر القناه، بس احيانا بقول في ناس عم تعلق ايجابي، احيانا بلغي بدي اقول الغي التعليق مشان ناس وناس، بس ارفعوا المعنويات وارفعوا لنا الهمه وابشروا عيونكم. قلت لكم الاول تعليق، مشاهده، مشاركه. اليوم خيو يستر عرضكم بس بدون تعليقات سلبيه. السلام عليكم ورحمه الله.